قدوم شهر رمضان المبارك، اي المواد اللي استلمتمها من الحصه التموينيه؟ الحصه التموينيه الى حد الان الثالث ما مستلميه لحد الان. ايش استلمته خلال هاي الفتره؟ الزيت والشكر ما ثاني فقط. تلاحظ ان حاليا الناس بحاجه للمواد الغذائيه؟ والله هي بحاجه للمواد، بحاجه للمبالغ. زين انتم من طلع المحافظ قال الوجبه، زين الوجبه غير ينطيها ببلاش هسه بفلوس انحسبت. زين ليش ينطيها ببلاش؟ السبب؟ ايه الناس ما عدا الناس ما عدا قاعده كلها بطاله. جدك عوائل او عندك عوائل مسجله ما سلموا الحصه لان ما عندهم مبالغ؟ اي ما عدهم. تفضل اعطيك الورقه مالهم مسجله عندي لحدنا. هاي المبالغ الناس اللي ما عندها فلوس ما تقدر تدفع المبالغ. تفضل هذه مع الشهر الثاني اللي ما عندهم فلوس. نعم اي وقسم منهم انطيتهم لان ما عندهم مبالغ. والله نطالب يساعدون الناس، يعني هسه هم انطوا قرار ينطون مبلغ للمواطن بهذا الشهر غير يدفعوها، الى حد الان ما دزوها. استلمنا اخر شيء مواد الشهر الثاني كامله، طحين شكر زيت ورز، ومواد الشهر الثالث فقط طحين. شوف المواطنين حاجه حاليا للمواد، حاجه ماسه، لانه احنا ساعتها حاليا بشهر الرابع، معناها مستحقين لازم نعطيهم مواد الثالث والرابع، حاليا بس طحين الثالث. قصدي على حاجه الناس خاصة خصوصا مادتي الزيت، يعني الزيت والشكر بالدرجة الأساسية، والرز همينه، يعني الرز يعني الشهر الواحد جانا نوعية جيدة، يعني الناس فرحت بينه خوش تتمم كيفت بينه، الشهر الثاني جانا الرز العنبر، يعني الطحين شلون؟ طحين مليح، طحين يعني يجي الحمد لله، خصوصا شهر الواحد والثاني طحين نوعية جيدة و خوش طحين. المواد اللي استلمناها ما الشهر الواحد كاملة، ما الشهر الثاني كاملة، كلها بغض النظر عن التاريخ، يعني تأخرت الزيت والشكر، ما الثالث بس الطحين جاء. الثالث شهر الثالث بس الطحين جاء، والدائرة قصت النوى بالدين، يعني ما ببلاش بفلوس بس قصته بالدين. على شهر الرابع إن شاء الله من تفضل أزمة المرض، يعني الوباء هذا كورونا هذا، إن شاء الله نتحاسب عليه. أغلب العوائل بعيدة علينا، كان بالجانب الأيسر أو بالأيمن بعيدة علينا. يعني نشكر قوات الأمنية على تسمح لهم، يعني قسم على تسمح لهم يجون ياخذون المواد، يعني قسم منهم ما عندهم حتى مواد بالدين، عم نعطيهم هي بالدين، وأغلب العوائل ما عنده فلوس مال القد، عاد نعطيه من عندي ما الله يفرجه. إذا ما أكو هاي مال، يعني مال الناس تنطي مال الزكاة مال هذا. إلا أغلب العوائل هسه اللي استلموا الغاز اللي ما عندهم لا راتب لا رعاية لا وظيفة ولا ما 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 انطوا فلوسها، الفلوس من عندنا نحن نعطيناها، فالله أعلم ينطونها هي ينطونها هي ما ينطونها هي، يجوز إذا الناس يعني متمكنة جت تنطط مال الصدقات مال مثلا مال الزكاة، لأن احنا هسه بشهر فضيل إن شاء الله راح يجي شهر رمضان فضيل، يعني كل العالم تعرف بي يصير أغلب العالم تطلع الزكاة مالتها والصدقات ولا باقي الأشهر شعبان ورجب ورمضان، فاحتمال يعني قلت لهم اذا جانا احد مثلا وما عندكم فلوس ولا هذا يسددوه عن طريقه.